في النشاط الوزاري دائما، تعهد وزير الداخلية نور الدين بدوي اليوم أمام أطبائنا أخصائيين بتوفير السكن الوظيفي لهم من أجل تأدية مهامهم بشكل طبيعي. الوزير بدوي قال هذا الكلام أثناء إشرافه رفقة المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى الهبيري على تدشين المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس. المتابعة لبلال يوسفي. الجيش الوطني الشعبي وضع تحت تصرفكم الاساتذه والاخصائيين حسب الاحتياج نتاع المؤسسات الاستشفائيه نتاع الامن الوطني. بهذه المناسبه نحيي تحيه خاصه للمؤسسه الاستشفائيه العسكريه على المرافقه نتاعها وعلى المساهمه نتاعها سواء في التكوين أو في المرافقة المساعدة اللي تقدمها بالدرجة الأولى للمؤسسات الاستشفائية الشرطية، وثانيا على مستوى أوسع بالنسبة لكل المرافقة والدعم اللي تقدمه للتكفل خاصة في المناطق البعيدة في المناطق النائية بمواطنينا اللي هم في حاجة إلى مرافقة طبية في مستوى عالي من التكفل.